في آخر زيارة لقناة البلاد لعائلة حمزاوي ببلاد الحاج بالعاصمة، تركناها تعاني الأمرين مع أطفالها الخمس المعاقين في مشهد تقشعر له الأبدان لما يحمله وضعها من مرارة كان الفقر المتهم الرئيسي فيها. ولأن الغروب لا يحول دون إشراق جديد، لاح الفرج في الأفق على أيادي جمعية دير الخير التي أبت إلا أن تصنع ابتسامة في أعين عائلة حزينة متألمة. وجاءوا تاني بصغر جاهد 20 واحد 15 واحد عايداتك تاجاك الخيراتك، جاءوا وقفوا سبغوا لا بلاتفورم، خدمنا كوزينة، داروا بزاف صوالح كيف عامة ايه، ومازال ما كملوا شغل ايه الله غالب الشيء اللي قدرنا عليه، وجاو في يومين كيف عامة في يومين وجاو مشغل مويلة يمتزي وزو. ان شاء الله يعطيكم الخير، لا يكتر مثالكم، سقموا لي الدار، فرج علي يا ربي، ان شاء الله عليا على المؤمنين. فرحانه بالبزاف، تونعطيكم الصحه، تعطيكم الخير ان شاء الله، ربي يرزقكم ان شاء الله. مع طول الانتظار تشرق شمس جديده بلحن امل جديد، هكذا هو حب الخير حين يتجلى في اسمى معانيه. باغي تذكركم اهل الخير هذاك على كل حاجه، وعلى كل حاجه صلحوا لنا كاع الامور تاعنا هنايا. حاجه اللي كانت في هذيك كاع سكونا على كل حاجه، سكونا الحيوط دون بطاطسكم تاع الارض هذيك كانت مكسره كمان. بس هي على كل حال نقول لك دون هذيك تاع البطاطسي هذيك يعني داخل الدار دون شغل الكراج شويه. الكوزينه تواقي حبيب دونونا تواقي، البيبان فرحانه فرحان بزاف. فكم هو رائع أن تكون معطاء، وكم هو أروع حين ترى نتيجة عطائك. هكذا ودعت العائلة أمسها لترسم يوما جديدا. ودعنا عائلة حمزاوي في صورة أخرى مغايرة تماما عن سابقتها، بقلب ينبض حبا في الحياة.